موجز التاسع، أهلا بكم. التفاصيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل البحريني حمد بن عيسى الذي وصل القاهرة مساء اليوم. تطرقت القمة التي جمعت الزعيمين لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القرار الجماعي بقطع العلاقات مع قطر. وأكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلا عن إصرارها على التدخل في شؤون داخلية لمصر والبحرين والدول العربية المجاورة بصور تهدد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وباريس حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وخلال اجتماعه مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، شدد السيسي على ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود للتصدي للإرهاب واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتولي غدوان وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة لجنة متابعة المصريين المقيمين في قطر ومباشرة الاتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين العائدين منها. تضم اللجنة المشار إليها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وممثلي الجهات ذات الصلة. طالبت مصر مجلس الأمن بالتحقيق في الأنباء التي تواترت في وسائل الإعلام بأن دولة قطر قامت بسداد مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الموجز، في أمان الله.